السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي ما شاء الله، الله يفتح عليكم. أحمد إليكم الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه والتابعين. الحقيقة المحاضرة دي عنوانها له خصوصية شديدة لأنه يتحدث عن علاقة مصر بفلسطين، العلاقة التي لا تتجزأ ولا تنفصل، علاقة لها امتدادها الجغرافي ولها امتدادها التاريخي. هذه المحاضرة سوف يكون فيها سؤالين هامين. السؤال الأول، كما قلنا، علاقة مصر بفلسطين في ظل الوضع القائم حاليا في مصر، في ظل الانقلاب الغاشم الموجود حاليا والجاثم على صدور المصريين. والسؤال الثاني عن مستقبل الثورة المصرية. ضيفينا الأستاذ أسامة برشيد والدكتور عبد الموجود الدرديري، كليهما غني عن التعريف. نبدأ الأول عن الثورة المصرية في ظل ما حدث اليوم في مصر، وهناك سؤال رئيسي وأساسي: هل كتبت شهادة الثورة المصرية؟ وإذا كان كتبت شهادة الثورة المصرية، إمتى بالضبط كتبت شهادة الثورة دي؟ هل كتبت شهادة الثورة المصرية حينما قرر الإخوان الجلوس على طاولة المفاوضات مع المجلس العسكري، وهم الفيصل الأكبر والأضخم في الشارع المصري، وهم الفيصل الأكثر تأثيراً وقدرة على حشد وقيادة الجماهير في الشارع المصري إبان ثورة 25 يناير؟ متى كتبت شهادة وفاة الثورة المصرية؟ هل كتبت شهادة وفاة الثورة المصرية حينما اختار الرئيس محمد مرسي المشير عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع، وهو يعلم أنه كان رئيساً للمخابرات العسكرية في ظل نظام مبارك؟ متى كتبت شهادة الثورة المصرية؟ هل كتبت حينما تم الإطاحة بأول رئيس مصري مدني عرفته مصر منذ آلاف السنين في بإنقلاب غاشم؟ متى كتبت شهادة الثورة المصرية؟ هل كتبت شهادة الثورة المصرية وفاة الثورة المصرية حينما أريقت دماء الآلاف من أطهر شباب مصر وزج بهم في السجون والمعتقلات حتى هذه اللحظة؟ متى كتبت شهادة وفاة الثورة المصرية؟ هل كتبت اليوم إذا تم منح البراءة لنظام مبارك بأكمله، مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه وكذلك ويعني غيرهم من رموز النظام السابق؟ متى كتبت شهادة وفاة الثورة المصرية؟ أم أن الثورة المصرية لازالت تنبض، ولازال الحراك في الشارع، ولازال الثوار في الميادين، ولازال هناك وما زال هناك مئات بل آلاف من الشباب الذي هو في استعداد كامل للتضحية من أجل هذه البلد؟ نبدأ معكم الفقرة بالنائب السابق في البرلمان المصري الدكتور عبد الموجود الدرديري، فليتفضل. مشكورا مأجورا، تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم كما حييتكم في اليوم الأول بتحية الثوار الأحرار في مصرنا الحبيبة، فأحييكم بالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جئت اليوم لأحدثكم عن شهادة ميلاد وليس عن شهادة وفاة. جئت لأقول لكم: تذكروا قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. علينا أن نعي
أن الثورات لا تموت أبداً بتبرئة فلان أو علان، وأن الثورات طالما أن هناك ثوار أحرار يعاهدون الله أن يستمروا في هذا الطريق حتى تتحرر حتى تتحقق مبادئهم، فلن تموت أبداً الثورة المصرية. الثورة المصرية تعيش في دمنا، الثورة المصرية الثمن الذي دفع لها ما زال نحتاج أن ندفع المزيد والمزيد. رئيسنا الشرعي في المعتقل الآن ومصر ألا يستسلم للحكم العسكري، ما زلنا ندفع الثمن بآلاف قتلوا في أماكن كثيرة في التحرير وفي رابعة وفي النهضة وفي غيرها، أكثر من 40,000، واليوم يقتل الشهداء والثوار، وأنا قادم إليكم ينتقلون من ميدان إلى ميدان في مصرنا الحبيبة. قناعتي ورؤيتي وإيماني أن الثورة مستمرة طالما بقي الثوار الأحرار يؤمنون بأن حياتهم لا بد أن تكون حرة، يؤمنون بالعدالة، يؤمنون بالعدالة الاجتماعية، ويؤمنون بالكرامة الإنسانية. عندما كنت أعد لهذا الكلمة بخصوص مصر وفلسطين، فقلت يا ربي أأتحدث عن مصر فهي فلسطين، أم أتحدث عن فلسطين فهي مصر؟ فمنطلقنا واحد، ألمنا واحد، أملنا واحد، تضحياتنا واحدة، القيم التي نبحث عليها هي قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، هي قيم واحدة. مصر وفلسطين أم فلسطين ومصر عاشوا تاريخاً مشتركاً حتى قبل أن يأتي الإسلام، عاشوا معاً جيراناً، لم تفرقهم أي استعمار خارجي، ولن يفرقهم بإذن الله تعالى استعمار خارجي أو استعمار داخلي. ستظل مصر وفلسطين يد واحدة بإذن الله تعالى. أما منطلقنا الإسلامي فهو واضح في قول ربنا سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أبعد هذه وحدة نتحدث عنها؟ أبعد هذا نتحدث عن أولى القبلتين وثالث الحرمين؟ مصر وفلسطين رويت أرض مصر بدماء الفلسطينيين، ورويت فلسطين بدماء المصريين، ليس فقط الفلسطين والفلسطينيين والمصريين، بل الأمة العربية والأمة الإسلامية. منطلقاتها واحدة، منطلقاتها تؤمن بقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. منطلقاتها واحدة، تؤمن إن هذه أمتكم أمة واحدة. أتمنى من المصريين، من الجالية المصرية هنا وفي كل مكان، ألا تستمع للإعلام الإنقلابي الذي يسعى لتفريق مصر وفلسطين، والله لن ينجحوا مهما فعلوا أن يفرقوا بين مصرنا وفلسطين، لأنهم دولة واحدة، شعب واحد، دمهم واحد، ماضيهم واحد، ومستقبلهم واحد بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، مصر وفلسطين من الناحية الجغرافية أرض مشتركة. من هي غزة؟ ومتى احتلت غزة؟ ألم تحتل بسبب خيانة النظام المصري؟ إن في غزة رفح المصري، رفح غزة، وهناك رفح مصر، أن هناك العائلات بين مصر وفلسطين ممتد. لا يمكن مهما سعى الانقلابيون أو غيرهم، أنا أسمي الانقلابيين الاستعمار المحلي،
أو الاستعمار الخارجي الذي سعى بكل ما أوتي من قوة أن يفرق بين الفلسطينيين والمصريين وبين أبناء الأمة العربية الواحدة والأمة الإسلامية مهما سعوا. فخلونا نترك هذا السؤال. الفلسطيني والمصري هم يد واحدة وسيستمر صراعهم واحد وتحدياتهم واحدة. أما عن منطلق الثورة المصرية فأقول الآتي: الدكتور رشيد الخالدي قبل أن يغادر قال كلمة مهمة، قال: طالما بقيت الدكتاتوريات في العالم العربي ستبقى معاناة أهلنا في فلسطين، وهذه حقيقة لابد نعيها جميعا. إني لن يهنأ أهل فلسطين بالحرية حتى تتحرر الأمة العربية من هذه الدكتاتوريات، وكذلك لن تستقر الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في بلداننا العربية حتى تتحرر فلسطين. هذه المعادلة مهم أن تصبح معادلة واضحة في عقلية المصري والفلسطيني والعربي والمسلم والأحرار في كل مكان. الثورة المصرية عندما خرجت كانت تبحث عن شيء كان يعاني من فقدانه إخواننا فلسطين. ماذا كانت تبحث الثورة المصرية؟ كانت تبحث عن التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. لكن هذه المنطلقات أيها الأحبة ليست منطلقات مصرية فقط، بل هي منطلقات ينادي بها كل عربي وكل مسلم يبحث عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. أروني إلا القليل في بلداننا العربية والإسلامية من يعيش في حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، تقريبا إلا القليل. فتحدينا تحدي واحد. لذلك منطلقات الثورة المصرية كان عليها أن تنعكس إيجابياً مباشرةً على الحراك في فلسطين. ولذلك لو تذكروا هناك فرق كبير بين الاعتداء الصهيوني على غزة في فترة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وفرق في فترة الانقلاب المشؤوم، فرق بين السماء والأرض. قال الدكتور مرسي في ذلك الوقت يخاطب به الصهاينة ومن خلفهم: اعلموا أن الشعب المصري قيادة وشعبا لن يقبل بقتل الفلسطينيين في غزة أو في أي مكان في فلسطين. هذه هي كلمته الشهيرة، وقالها أيضا: لبيك سوريا. قالها على الملأ عندما كان في الاستاد القاهرة. فمصر منذ أن نشأت ثورتها الأخيرة وهي تنظر إلى المنطقة العربية، فمشروع التحرر المصري ليس فقط لأبناء مصر، ولكنه يعكس نفسه على المنطقة كلها وخاصة أهلنا في فلسطين الحبيبة. هذا على المستوى المحلي. أما على المستوى الإقليمي فالثورة المصرية كان من الطبيعي أن تجد من الدكتاتوريات المحيطة بها، خاصة دكتاتورية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وغيرها، كانت تسعى بكل ما أوتيت من قوة منذ بداية الثورة. تسعى هذه البلدان الظالمة، هذه البلدان الدكتاتورية التي لا تعرف الحرية ولا العدالة الاجتماعية ولا الكرامة الإنسانية، سعت بكل ما أوتيت من قوة أن تقلب منظومة الثورة المصرية حتى يعود النظام القديم مرة ثانية. فعلوا كل ما يستطيعوا، بالرغم من أن رسالة الثورة المصرية ما كانت تبحث إلا على قيم عليا كل الشعوب تبحث عنها. فشعب السعودية يبحث عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وكل شعوب الأمة العربية إن آجلاً أو عاجلاً. هذا على المستوى الإقليمي. أما أثر الثورة المصرية على المستوى
الأوروبي أو المستوى الدولي على مستويين. المستوى الأوروبي، إحنا لما خرجنا في ثورة 25 يناير كنا نتحرر من عقدة اسمها عقدة النقص. العربي سواء كان مصرياً أو فلسطينياً استطاع الاستعمار أن يقنع العرب بأنهم أقل قيمة من الآخرين، فتكونت عندنا عقدة اسمها عقدة النقص inferiority complex. هذه العقدة لم تشعرنا بأننا في يوم من الأيام نستطيع أن نحرر أنفسنا بأيدينا. فلما خرج الناس إلى الشارع ظن البعض أنها مؤامرة، والله ليست مؤامرة. حتى وإن كانت النتاج الذي سمعنا عنه اليوم أو الأمس، وقد نسمع عن أشياء أسوأ من هذه في الفترة القادمة، لكن ليست مؤامرة أبداً. إنها رغبة حقيقية من أبناء الشعب المصري أن يتحقق التغيير وتتحقق الحرية وتتحقق العدالة الاجتماعية وتتحقق الكرامة الإنسانية. أوروبا عندها مشكلة، وهي نفس المشكلة عند بعض أجزاء الإدارة الأمريكية، وهي superiority complex، عقدة الاستعلاء. في لقاءاتنا مع البرلمان الأوروبي وفي لقاءاتنا مع الإدارة الأمريكية، عندما كانوا يسألون ما هو مشروعكم في هذه الثورة المصرية، كنا نحدد تحديداً واضحاً أننا ما نريدهم وما نصر عليه mutual respect and mutual interest. هذه اللغة بالنسبة للعقلية الأوروبية وبعضهم في الإدارة الأمريكية لغة غريبة. كيف أنتم الذي كان يحكمكم فرد واحد تسألون عن المساواة والاحترام المتبادل؟ هذه الحالة النفسية تتطلب منا تضحيات كثيرة. إياكم تظنوا أن الأمر في مصر قد انتهى، فالثورة المضادة سعت وما زالت تسعى، والحرب في مصر الآن هي حرب قناعات وحرب إرادات. أتمنى من أبناء مصر خاصة ومن الجالية العربية أن يتوقفوا بعد ما حدث اليوم عن براءة المجرم المخلوع، أن يتوقفوا عن لوم الإخوان المسلمين. فالمؤامرة ظاهرة أمامنا، وما على القوى الثورية والقوى السياسية في مصر إلا أن تتوحد وتعي. إن لم يتحدوا الآن سيدفعون ثمناً غالياً لمستقبل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. نحن نسعى وما زلنا نسعى، وأصدرنا بيانات ونعمل على الأرض، ومنا قتل الآلاف، ومستعدون أن نضحي بأكثر من هذا، ونمد أيدينا إلى كل القوى الثورية في مصر، ونمد أيدينا إلى كل القوى السياسية في مصر. هيا نتفق على مشروع تحرر وطني. الآن ظهر إن الفرعنة بأزرعها الخمسة من عسكر وقضاء وبوليس وإعلام ورجال أعمال يسعون للسيطرة بدعم إقليمي ودعم دولي. قناعتي كما بدأتها: لا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ودائما أردد قول الشاعر: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الطغاة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا دكتور. إن شاء الله السنة الجاية نجتمع قريبا في القاهرة سويا إن شاء الله، وقد حررت من نظام الإنقلابي العسكري الغاشم. حتى لو نطيل فالوقت ضيق بين أيدينا الأستاذ أسامة بورشيد، مستقبل القضية الفلسطينية في ظل النظام الإنقلابي القائم في مصر، فليتفضل. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. And I fear I'm always one step behind.
after the revolution in Egypt, I said, this year I will visit Cairo. I waited until the coup took place. Why is it of significance? I was born in Cairo, but never been in Cairo. فأنا مصري في الدم. حتى لما فحصت الدم طلع عندي الهباتيتس بي. فمن بية النيل. لكن مش حامل للمرض ولا معدي. فالحمد لله مش بني الحمد لله لا معدي ولا حامل للمرض. لكن صابني في الطفولة فقلت لهم لابد بية النيل. التي عكرها طغى. مية النيل عكرها طغى. إذا ظل في نيل. طبعا ليس عندي الكثير لأضيفه على ما قاله أخي الدكتور عبد الموجود، وربما أنكم مثل حالي قد تعبتم من المحاضرات والتنقل وقلة النوم، لكن بضع ملاحظات إضافية أطرحها حول الموضوع، وأنا أعلم أن الجميع هنا أعلم يمكن وأعمق في هذا الموضوع. بداية يعني نقطة الانطلاق بالنسبة لنا هي أننا جميعا ندرك أن مصر هي الثقل العربي الحقيقي. مصر هي الدولة المركزية في المنطقة. أنا لا أتحدث عن مصر في واقعها الحالي، لا أتحدث عن مصر في مستوى أدائها تحت قيادات وأنظمة سيئة، إنما أتحدث عن مصر من حيث الإمكانيات التي تملكها، من حيث التاريخ، من حيث العمق، من حيث الكفاءات. مصر ثقل. إذا بحثت عن مرساة المنطقة هي مصر، ولذلك عندما تضعف مصر يضعف المنطقة، تضعف المنطقة العربية، وإن كانت مصر قوية فالمنطقة العربية قوية. يعني ليس فقط أن مصر أكبر دولة وأكبر شعب في المنطقة العربية، لا، حتى العمق والكفاءات الموجودة. لكن هذه الكفاءات وهذا العمق الآن نتيجة عندما يأتي الحاكم المستبد فإنه يفسد حياة الناس. لبرجع أنا أرحيلكم مرة أخرى، تعودوا لكتاب الكواكب رحمة الله عليه، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، كتبوا في 1800 تقريبا، مش هيك؟ لما تقرأوا الكتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد وكيف أن المستبد يفسد حياة الناس، تفهموا ما يجري اليوم في مصر. مصر التي جاءت بالجامعات إلى المنطقة، الآن بعض الدول الإمارات اللي صارت مصر الآن تحت نظام السيسي ملحق في الخارجية الإماراتية، الإمارات تطلب معادلة شهادات مصرية الآن. دول عربية لسه مبارح طلعوا لا تنظر لمصر باحترام. ولذلك عندما أضعفت مصر أضعف الفضاء العربي ككل، ومصر دائما هي التحدي. بل إنه البعض بيقول إنه نقلا عن الوزير الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن العيزر، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، هناك عبارة مشهورة عنه يقول فيها بأن مبارك هو الكنز الاستراتيجي لإسرائيل. مش كنا هيك نسمع؟ الآن في ناس بيقول لك صح، كان الآن السيسي الكنز الاستراتيجي لإسرائيل. لا، مبارك ولا السيسي هما الكنز الاستراتيجي لإسرائيل. الكنز الاستراتيجي لإسرائيل هي مصر الخاضعة، مصر الضعيفة، مصر المستعبدة، مصر التي تم تطويعها لتصبح أداة ومخلبا لضرب ولجرح ولخدش الموقف العربي والمنطقة العربية والمستقبل العربي. ولذلك إنسان مثل مبارك ولا إنسان مثل السيسي هما مستأمنان فقط على أن تبقى مصر خاضعة وتبقى ضعيفة، لأن الضعف سيشمل الجميع، الضعف سيشمل الجميع. ولذلك عندما تم إسقاط الرئيس محمد مرسي في انقلاب مجرم، من الذي كان محامي، من كان محامي السيسي؟ وبالمناسبة هذه مش معلوماتي والله، اللي براجع الصحافة الأمريكية اللي بتتكلم عنه كيف إسرائيل وظفت وسفاراتها في العالم لتدافع عن نظام الانقلاب في مصر، لتدافع عن الانقلاب الذي حصل على الرئيس محمد مرسي، لأن بالنسبة لهم مصر التي يحكمها إنسان. حتى شوفوا، ممكن الرئيس مرسي كان يفشل، أنا ما أتكلمش أنه بالضرورة كان سينجح، هو رئيس نجح عنده رؤية، قد لا يستطيع أن يحقق إنجاز، لكن هو لم يعطى فرصة حتى نحكم عليه أصلا. لكن مجرد الخوف من أن مصر قد تنهض برئيس يحترم حجم مصر،
لم يكن أمرا مقبولا. ولذلك زي ما تكلم أخي الدكتور عبد الموجود عندما قال الرئيس مرسي عندما كان يتكلم يقول لن نقبل كمصر بالنسبة لهم، حتى لو مصر لا تستطيع أن تفعل شيء، لكن مصر الآن تعطي عمق معناها ممكن تتحرك في الغد، هذا بالنسبة لهم أمر غير مقبول. مصر يبقى يبغي أن تبقى مكبلة، والذي كبلها بالدرجة الأولى إسرائيل. ليش؟ حتى ما يقولوش أنه والله كثير من إخواننا المصريين، طبعا مش من المصريين المصريين، ملك حسين كان يقول الرجال الرجال، يعني مش كل رجل رجل. المصريين المصريين أو البعض المصريين من غير المصريين المصريين بقول لك يا أخي ورجيني كم من فلسطيني مات من أجل مصر، بس أنا بعدل لك كم من ألف مصري مات من أجل فلسطين. مش صحيح الكلام. الذي مات مات من أجل فلسطين ومصر معا، لأن إسرائيل خطر على مصر وتهديد لمصر، وليست خطر على فلسطين والأردن وسوريا ولا أي دولة أخرى، فقط خطر على المنطقة كلها، وأكبر خطر وأكبر متعرض للخطر هي مصر نفسها. انظروا إلى التاريخ، عندما جاء الزحف المغولي حتى يتصدى المماليك للزحف المغولي تصدوا وين؟ لازم تطلع لفلسطين. بدك تقاتل على أرضك ولا بتروح على فلسطين؟ دائما بوابة الاختراق لمصر، دائما هي بوابة الاختراق. عندما أنشئت إسرائيل فإن مصر كدولة قبل ما يكون نسميه انقلاب ولا نظام سيء أصبحت في موقع خطر، لأنه في نظام عنصري، في نظام مشروع استعماري وضع في تلك المنطقة ليبقيها ضعيفة، ومصر كدولة كبيرة دائما ستبقى مهددة. ولذلك عندما تم إخضاع مصر عبر ما يسمى اتفاقية كامب ديفيد لم يكن الهدف السلام، والدليل على أن الهدف لم يكن السلام أن سيناء إلى اليوم تعيش تخلف، تعيش إجرام بحق شعب سيناء قبل ما اللي بيفعلوا السيسي اليوم. الشعب السيناوي هذا اللي هو شعب مصري اللي بيسموهم سيناوية، هؤلاء أبناء مصر، لكن مصر هذه سيناء لا تستطيع الحكومة المصرية والنظام المصري أن يطور فيها شيء لأنه مكبلة باتفاقيات. طب ما أنتوا عندكم الجيش المصري معاك الآن، الأمن المصري معاك الآن، مع مبارك كان معاك، تحت السادات معاك، فيش حرب، فلماذا تمنع تعمير سيناء؟ لماذا تمنع يكون في قوات في سيناء؟ لماذا لا يسمح لسيناء بأن تزدهر؟ مش فيها شواطئ هي؟ مش بتصلح تكون زي شرم الشيخ؟ ليش سيناء يعني؟ لأن محاذي لمين؟ لأن تعتبر عمق مين؟ لاحظوا سيناء اليوم توظف لماذا؟ لمصلحة من؟ الحرب فيها أو الظلم والعدوان الذي يقع فيها؟ لمصلحة إسرائيل. حصار غزة لمصلحة من؟ هدم رفح المصرية، كيلو متر مربع أو عمق بعمق كيلو أو بطول 14 كيلو وبعمق أو عرض كيلو، بدهم يدخلوا مياه البحر بقناة. البعض بيقول، أحد الإخوة مبارح بيقول لي إنه مية غزة خلاص، المية هذا المخزون المائي لغزة خلاص تلوث. لا، المخزون المائي لغزة تلوث منذ القدم، منذ سنوات طويلة، بسبب السوج وارا لأنه فيش إلكتريسيتي، بسبب إنه ما فيش وقود، فما عندهم مش مكان تروح حتى المياه العادمة، وبسبب الفوسفور الأبيض اللي استخدم والأسلحة المحرمة اللي محدش بيعرف إيش هي. لكن في سبب ثاني، هل تعرفوا أنه ميت غزة تم تلويثها أكثر فأكثر تحت نظام مبارك عندما مد أنابيب مياه من البحر على طول حدود غزة، وهذه الأنابيب فيها ثقوب حتى تسرب الماء على التربة في غزة، فإذا حفر تحتها نفق الرمل هذا أو الأرض بتكون ضعيفة متهالكة فتسقط، فنزلت هذه المياه المالحة اختلطت بالمياه الحلوة اللي بيشربوا منها الناس. الآن بدهم يأتوا بقناة كاملة لحصار غزة. فعندما تنظر مصر الآن تحت نظام الانقلاب، مصر تحت مبارك كان لها دور محدد، إبقاء المنطقة ضعيفة، إبقاء المنطقة مفككة، إبقاء إسرائيل قوية. مصر إيش مشكلتها الآن في ليبيا؟ انسوا الإمارات العظمى اللي بتودي الطائرات بتقصف في ليبيا وهي تاركة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، يعني هو الطنب الصغرى والكبرى وأبو موسى ببينوش على الخارطة لأنه الإمارات نفسها بتبينش.
لكن لأنه في فساد في النظام المصري صارت الإمارات العظمى. قبل حوالي 7 أشهر طلعت على برنامج التلفزيون الغد العربي، أنا بعرفش أنه لا محمد دحلان، بس عرفت وأنا هناك بتابع شو والله كثير قنوات عربية، فاكتشفت هناك عرفت فكل ما أتكلم مرسي يا أخي بقول له طيب في الآخر أنا تعبت محمد السطوحي، قلت له يا أخي أنت مرسي، مرسي خليه أسوأ رئيس يا أخي، مرسي ما حولش مصر الكبيرة إلى ملحق تابع في وزارة الخارجية الإماراتية، مصر كانت مصر تحت مرسي، كان ينظر إلى مصر مستقبل، لكن هذا غير مقبول، لذلك تحالفوا على تدمير مصر وجاءوا بهذا الإمعة اللي اسمه السيسي، ليس لأنه أنا معارض له فقط ولا لأنه قتل شعبه فقط، لا، لأنه دمر مصر ودمر العروبة. الذي جرى في مصر لم يكن قتلا للإخوان، ولم يكن قتلا للثورة المصرية، ولم يكن كسرا لربيع مصر، ولم يكن إنهاء لأي أمل بالحرية في مصر. الذي جرى كان ضربة لكل الثورة في المنطقة العربية، لأنه منذ أن ضربت مصر استأسد البغاة في المنطقة، صاروا يستقوا عليك في كل مكان، صار يعتقلوا الآن، لأنه بقول لك هاي مصر اللي كنت تراهنوا عليها. الذي تآمر على ثورة مصر من الداخل ومن الخارج ومن مكان يسمي نفسه ثائر، لو تطهر في كل بحار ومحيطات الأرض ما كفت، لأنه غدر بحق أمة لم يغدر بحق فصيل حكم، سواء أسقط بانتخابات ولا لم يسقط بانتخابات ما كانتش هذه المشكلة، المشكلة أنك كسرت حرية الإنسان العربي، رجعتنا الآن أنه ندخل في حروب أخرى لتدمير هذه البلاد، وما يستثمر فيها من يستثمر وتصير البراكسي وورز على حسابنا وبدماءنا نحن. هذا الذي فعلوه في مصر، ولذلك فلسطين تعاني تحت مبارك، وأنا ذكرت هذا الكلام أكثر من مرة، خلال العدوان على غزة 2009 جيء بقادة حماس من غزة عندما كان أوباما سينصب، ولأنهم أرادوا إنهاء الحرب قبل أن ينصب أوباما، جيء بهم إلى غزة إلى القاهرة، وضعوا في أوتيل أغلقت عليهم الأبواب، لم يكن عندهم إعلام، وقالوا لهم غزة سقطت، قتل هنية، قتل فلان، قتل علان، الآن الجيش الإسرائيلي في رفح، وقعوا طلب وقف إطلاق النار من جانب واحد، ولما رفضوا واقترب توقيع اقترب تنصيب أوباما في 2021 اضطروا إنهم يفتحوا لهم الحقائق، وقال لهم عمر سليمان ستدفع ثمن هذا الموقف، لأن إسرائيل أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد تحت حكومة إيهود أولمرت. لما حصل عدوان 2012 الرئيس مرسي مش بس العبارات اللي قيلت، لا، فتح معبر رفح ودخل الوزراء، اللي كان يفشل فتح معبر رفح هو الدولة العميقة هذه اللي موجودة اليوم، أو دولة الفساد، أو دولة العزبة اللي بتعامل مع مصر إنه عزبة، وكل دولنا العربية عزبة، حدش يفكر إنه حدا عايش أحسن من كلياتنا، إحنا موضوع عزب، واللي بيقبل إنه يكون دجاجة في عزبة ولا في خم دجاج الله يكثر خيره، يعني خليك، يعني إيش بقول لك، واحد في الأردن قال يا أخي يعني إحنا الآن واحد داعس علينا لازم 50 يدعسوا علينا، والله يعني كندرة كبيرة ولا كندرة صغيرة اللي تنحط على راسك يعني فرقت، إيش مالنا إحنا، إيش مالنا إحنا شعوب أصبحنا نبرر إنه إحنا بنستاهل، إحنا خلقنا لنكون تحت هذا الحذاء، اللي مصدق الكلام هذا هو أقل من الحذاء، أسف يعني خلينا نكون صريحين مع بعض، إحنا إذا لم نعي ونتحرر، إذا عقلي ما تحررش، إذا لم أفقه إني إنسان صاحب حرية ما ظلش إشي. طلع بقول لك طلع على سوريا، كانوا تحت حذاء بشار الآن تحت 50 حذاء، يا سيدي هي فارقة من الحذاء بالوزن واحد، ما هو حذاء بشار عن 50 حذاء وزنه، إيش الفرق إنه فرقوا عليك الوزن يعني إنه فرقوا على 50 حذاء؟ شوف إحنا كيف نتكلم، نبرر لما يجري لنا. ومصر اليوم أعيدت إلى حذاء كبير ليضعه على رؤوس الناس ليخنقهم ليقول لهم أنتم عزبة أنتم الدجاج في الخم، هل هذا إحنا ما نريده؟ هذا الذي جرى في مصر عندما حصل الانقلاب، الرئيس مرسي أراد أن يقف لكرامة، والله لو سقط في انتخابات لكان حق مصر تسقطه مش مشكلة، لكنه وقف مواقف عزة، لكن لما جاء السيسي كلكم قرأتوا وأنا تكلمت في هذا الموضوع فبدي أنهي، تكلمت من قبل إنه لما قدمت المبادرة المصرية تحت السيسي للأمريكان ما عرفوش يبلعوها، كيري قدم مبادرة أشرف من مبادرة السيسي وكل العرب معه، ولذلك فضحوه سربوها
وبتتذكروا الكلمات اللي قيلت على كيري وبينج ايش سموه انه ميسانك ومش عارف ايش، وطلعوا عليها العبارات وفضحوه، بده النوبل برايز على رأي علون، ومايكل أورين بيقول انه كيري is an invited and welcomed، وكل الكلام هذا ايش عندك محور عربي اسرائيلي ضد امريكا؟ تخيل يعني امريكا الحبل السري اللي معيش الكل فيهم، لانه مع اسرائيل قدروا يتحالفوا عليها. الذي اراده السيسي انه مش بس يخنق غزة ويدمر ثورتها، لا، اراد انه يسقط فلسطين. مين اللي بتصل على محمود عباس وبتصل على رائد صلاح وبتصل وبضغط على السلطة رجعوا دحلان وما تقيموش قضية من مسألة القدس؟ مين؟ مصر، الإمارات؟ السيسي مخاصمه العباس، لازم تجيب دحلان. طيب ليش يا عمي؟ إيش دحلان يعني؟ لأنه عميل كبير في المنطقة. وطبعا سيقول لك منين جبت عميل؟ لا والله منين جبتها بداش دليل. شو دور دحلان يعني؟ خلنا نكون نرى في أعيننا ما الذي يجري. ما دام أن إسرائيل باقية بأجندتها في تلك المنطقة، لا تظن أنه سيسمح لعبد من عبيد الأنظمة أنه يرفع رأسه ويقول بأني لا أقبل أن أكون عبدا، لأنهم هم وضعوا ليكونوا عبيدا. السلام عليكم. شكر الله لك أستاذ أسامة. إذن هي علاقة لا تتجزأ ولا تقبل القسمة على اثنين. علاقة مصر وفلسطين هي علاقة تاريخ وجغرافيا، وفي الأصل علاقة عقيدة ودين. الحقيقة معنا اليوم ضيف، يعني ما ينفع أن احنا لو كان السيشن عن مصر بيتكلم عن الثورة المصرية أن هو يعدي من غير ما يكون له مشاركة معنا في هذه الأمسية. لما طلبت منه أنه هو يشارك فقال لي أشارك بقدر مشاركة الجمهور معي. هو ملحن، ألحانه تكشف عن إحساسه المرهف، وهو أيضا شاعر، يعني كلماته تعبر عن وطنيته وعن مصريته، وهو أيضا منشد، فهو متعدد المواهب. صوته في أمواج الإسكندرية لأنه هو من الإسكندرية، إسكندراني يعني زي تكبير. طبعا ضفنا الفنان حامد موسى، هو من كتب وألف ولحن العديد من أدبيات الثورة المصرية التي كان يتغنى بها الثوار في الميادين من 25 يناير لحد بعد فض ربعة حتى هذه اللحظة. فرحبوا معي بالفنان حامد موسى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا بس قبل ما أبدأ أسمعكم حاجة، عايز أقول إن أنا مليت من نغمة علاقة مصر وفلسطين، فسامحوني. إحنا لازم كلنا يعني نفهم إن ما فيش مصر وفلسطين ويمن، في حق وفي باطل، وفي حر وفي عبد، وفي شريف وفي غير شريف، وفي حرامية ونصابين وعصابات موحدة ضد شعب أعزل، إن كان في غزة أو في اليمن أو في سوريا أو في العراق أو في مصر أو في أي مكان أو أي أمة عربية. فإحنا لازم نشيل الحدود ديت من جوانا الأول عشان نبدأ نفكر إزاي نوصل للعالم إن إحنا واحد. فلما نقول بلادي، أنا لما بقول بلادي ببقى انتمائي لبلادي اللي هي كل مكان يرفع فيه الأذان وفيه حر بيقول لا إله إلا الله. بلادي بلادي بلادي، بلادي بلادي بلادي، هو لي حبك مرادي وأنا موتي ودم عادي. يا بلادي
بلادي بلادي بلادي هو لي حبك مرادي وانا قتلي ودم عادي يا بلادي. يا ريت تساعدوني في اللي جاي. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، المية بتجري في حوشي والإيد أقصر من الإيد، راحوا الأحباب ولا جوشي وأنا لسه في توب العيد، المية بتجري في حوشي والإيد أقصر من الإيد، راحوا الأحباب ولا جوشي وأنا لسه في توب العيد، والقهر يهد الحيل العطشان يا صبايا. قولوا معايا مفيش فرقة ولا موسيقى يعني. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان. عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان وسؤالي مليني والامتى يا بلدي تعاني، بتهجل على جبيني بس الزنازين منعاني، عطشان وسؤالي مليني والامتى يا بلدي تعاني، بتهجل على جبيني بس الزنازين منعاني، والليل في الغربة طويل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا اسمك مكتوب يا جندي فيك شوف المنع الأمني، بخبز زادك يا وليدي العسكر عكر وسمني، اسمك مكتوب يا جنيدي فيك شوف المنع الأمني، بخبز زادك يا وليدي العسكر عكر وسمني، والدار ضجت بالخيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا، عطشان والأرض سوائي والسكة حديد وديابة، والقمرة العشق هدائي داست فوقها الدبابة، والدم سرح عني العطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير يا أستاذ حامد. إن شاء الله إحنا معانا فقرة أسئلة لمدة 5 دقايق لضيق الوقت، فلو في حد عنده سؤال يتفضل على المايك، في مايك هنا، في مايك الناحية التانية، لو في أي حد عنده سؤال بخصوص موضوع المحاضرة تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. لطالما كانت القضية الفلسطينية ورقة في يد الأنظمة العربية، وخصوصا النظام المصري أو الأنظمة المصرية المتعاقبة. في الآن في الوقت الحاضر نرى أن غزة أصبحت ورقة في يد السيسي أيضا، وخصوصا في أيام المفاوضات في الحرب الأخيرة نجد أن الضغط كان على الفلسطينيين أكبر من جهة مصر حتى من جهة إسرائيل. إسرائيل كانت في موقف محرج وتحاول أن تتخلص من هذا الموقف بأي طريقة،
وقد كانت مستعدة لتقديم تنازلات معينة أكثر من ما قدمت. طب استأذنك السؤال الآن أنه النظام السيسي من أول يوم صعد فيه على وسطع على الحكم في مصر كان ضد الفلسطينيين وضد القضية الفلسطينية في الإعلام وفي الواقع. ألا يوجد لدى الفلسطينيين من وسيط آخر غير هذا النظام ليكون بينهم في هذه المفاوضات غير المباشرة؟ لماذا العودة إلى السيسي ونحن نعلم أنه أشد عداوة حتى إذا صحت العبارة، أو لنقول أنه في صفهم وهي تعتبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بمجرد أنك تقف أمام السيسي؟ تحب مين يجاوب على السؤال، الدكتور ولا الدكتور؟ الاثنين دكاترة. أنا ممكن أجاوبك يعني بس ما عندي. طب تفضل أستاذ. يعني بتحطني بعد النشيد عشان الناس يقولوا الصوت ومقابل صوت سامر، حرام عليك يا سيدي. في شيء بيسموه لعنة الجغرافيا، يعني إذا أنت لم تقبل بمصر من سيفتح لك المعبر؟ يعني ليس أنه اللي في غزة حمقى ولا يعلم أنه النظام المصري يا سيدي. هو لما حدث العدوان في 2009 كانوا ما جايتهم تطمينات، أو في أواخر 2008 أو 2009 جايتهم تطمينات من الحكومة المصرية أنه في شيء، لأنه سيفي ليفني كانت موجودة هناك. والسيدة الأولى في ذلك الوقت المحترمة جدا اللي خرجت بريئة هي وزوجها سوزان مبارك، بعثت بقافلة مساعدات في هذاك اليوم، كان مفروض تخرج قافلة مساعدات لغزة، فقالوا لهم افتحوا المعابر، احنا فاتحين المعابر واستقبلوا. فعقدوا دورة الشرطة، تخريج ضباط الشرطة في ذلك اليوم، لأنه قال لك خلاص المساعدات المصرية داخلة، إسرائيل لن تعتدي في مساعدات مصرية وفي مسؤولين مصريين. إسرائيل قصفت وقتلت 350 الضربة الأولى. فأنت لما تيجي تنظر، طيب هم عارفين الكلام هذا، لكن إيش بديلك عن مصر؟ طيب تركيا وقطر طلبت منهم أمريكا أنهم يكونوا طرف، لأنه عندهم علاقة مع حماس، يكونوا طرف في المفاوضات، وعلى أساسها خرجت المبادرة الأمريكية تبعت كيري. المصريين قالوا لا، معناها أنت كيف إسرائيل مغلقة عليك من هون ومصر من هون. فمصر ليست لعنة الجغرافيا لأنه مصر ملعونة، لا حاشا، لعنة الجغرافيا عندما يحكم مصر ملعون، هذه هي المشكلة. ليس لأنهم لا يدركوا إنه والله اللي في مصر متآمر، لكن إيش بديلك؟ في الآخر بدك تخرج مرضاك عن طريق مصر، بدك تدخل القليل اللي بيدخل عن طريق مصر، هذا واقع. فبس حتى نكون يعني سريعين في الجواب إن شاء الله. طيب يبدو أن ما فيش أسئلة ثانية. في سؤال؟ نعم في سؤال، تفضل يا حمد. تفضل. السلام عليكم. أخاف أن أقول إننا نحرس في البحر ما دام هناك استبداد، كما أشار الأخ عبد الموجود، إن الدول العربية كلها أو معظمها محتلة من حكامها. حاليا الحكام يقتلون شعوبهم في سوريا وفي السودان وفي أي مكان. يعني قل لي أين الحاكم الذي يتعاطى مع شعبه أو يمنحه هامش حرية؟ الأفواه كلها مكممة. المرشح مرسي حينما أتيحت له فرصة أن يحكم، الخطيئة الوحيدة التي ارتكبها إنه لم يشرك الآخرين، فكل الأخطاء التي وقعت بعد ذلك وقعت على رأسه هو أو على الأخوان المسلمين. يعني نحن مصيبتنا إننا نقص الآخر. نعم. لا نقبل لو بالآخر. لو سؤال مباشرة إن وقت. أيوة أنا يعني بطلب من الأخين أن ما هو الحل؟ يعني ما دام هنالك حكام المستبدين
يقصون الآخرين ويريدون أن يظلون في الحكم حتى تلتقيمهم الأرض. ماذا يعني؟ لذلك قلت نحن نحرس في البحر، ما فيش فايدة. في سؤال؟ ما أنا بطلب منهم يجاوبوا، ما الحل يعني؟ طيب تفضل دكتور. الحل نعم، يعني أستاذي أتفق مع حضرتك تماما أن الاستبداد هو أس البلاء في المنطقة العربية، بل في المنطقة الإسلامية، بل في العالم. الاستبداد معروف، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يحب الظالمين، هذه قضايا منتهية. ومهم إحنا كأبناء مصر وفلسطين وغيرنا في العالم العربي والإسلامي أن نخرج صنم الاستبداد من داخلنا، لأن الفرعون قبل أن يكون فرعون السيسي، الفرعون فينا صغير. لذلك أنا قلتها بعد الثورة مباشرة، استطعنا في مصر أن نسقط الفرعون، لكن لم نستطع أن نسقط الفرعنة. والتحدي الآن أمامنا، أنا مش عايز حضراتكم حقيقة تيأسوا أبدا، يعني الشباب في الشارع في مصر بيقول إحنا هنحبط الإحباط. شفتوا وصلوا لحد فين؟ هيحبطوا الإحباط. فتخيلوا هم هناك بيقولوا كده، فما بالكم إحنا هنا اللي عايشين في جو حرية. لذلك أنا أصحح معلومة للتاريخ، الذين يقولون بأن حزب الحرية والعدالة لم يمد يده للآخرين، أقول له التاريخ يقول عكس هذا تماما. إحنا بعد الثورة مباشرة أستاذي أنشأنا تحالف ديمقراطي يشمل ما يقرب من 37 حزب. كنا واعيين ببعد الدولة العميقة، وقلنا لكل الأحزاب ما فيش واحد فينا ولا مجموعة صغيرة هتقدر تحل الإشكال في مصر، خلينا نتجمع وننزل بقائمة واحدة ونسير في الطريق ده مع بعضنا البعض. مشيت الأمور، بعد أول اجتماع، تاني اجتماع، تالت اجتماع، تدخلت أدوات الدولة العميقة من الجيش والشرطة والقضاء وغيرهم، واستطاعوا يفصلوا مجموعة من هذه الأحزاب، وبقي التحالف الديمقراطي. أنا لما رشحت في انتخابات مجلس الشعب، مع أني عضو في حزب الحرية والعدالة، رشحت ضمن قائمة التحالف الديمقراطي. ثم بعد أن وصل بالمناسبة الرئيس مرسي، وأنتم تعلموا هذه المعلومات الآن، نحن لم نسير إلى الانتخابات رغبة في الوصول إلى الرئاسة، إحنا سعينا مع كثير أن يرشحوا وندعمهم، والجميع من تواصلنا معه رفض. كان معنا خيارين، إما الانقلاب ده يحدث أثناء الانتخابات، وأنتم سمعتم ماذا قال أحمد شفيق، قال إذا نجح هيعلق المشانق في ميدان التحرير. الخيارات كانت صعبة، كان أمامنا خيارات قاسية، إما يحدث الانقلاب في أول الانتخابات أو يحدث بعد. الرئيس مرسي للأمانة، ليس فقط لأنه هو مرشح الحرية والعدالة، التاريخ سيثبت. أنا أعلم أن البعض بسبب مواقف إما أيديولوجية أو مواقف سياسية يريد أن يقلل مما فعل. الرئيس مرسي بالمناسبة كان يعلم علم اليقين أنه لن يستمر في الرئاسة، وسيسعون لاغتياله، لأنها لولا أنه كان ناجح في طريقه، احنا كنا ماشيين بس خطوات بطيئة، لأن التحديات شديدة جدا، التحديات في الداخل، احنا كانوا يمنعوا عنا البنزين والعيش، ويفسدوا في شتى الوسائل اللي يمكن يفسدوا، الإعلام كان يعمل كله ضدنا، ورغم ذلك فضلنا الخيار الديمقراطي، وكنا نسعى أن تكون هناك انتخابات برلمانية، وكنا سنرضى بالانتخابات البرلمانية حتى لو خسرناها، وكنا سنرضى أن يأتي أي رئيس منتخب. ومشكلة مرسي للأمانة أنه كان رجل أخلاقي في بيئة غير أخلاقية فاسدة. للأمانة لله، للأمانة أقولها، مشكلة مرسي الكبيرة، الرجل ما كان يريد أن يضع على يده دم مصري واحد، لم يقتل مصري واحد في قتل جنائي، بل لما قال له وزير الداخلية اكتب لي اعطيني موافقة وأنا أشيل لك الناس اللي حوالين الاتحادية، قال له مرسي
ليس في حكمي, not in my name. لن يقتل مصري, لم يسجن مصري واحد في فترة. يا أحبابي لنكون منصفين, نقارن ما فعله مرسي في عام رغم كل الضطع. والله وأنا أشهد الله على هذا, ولن ينفعني أحد منكم في القبر, والله كنا نصل الليل بالنهار, كنا عشرات في محافظة الأقصر, عشرات من شباب الحرية والعدالة كانوا يوقفون أمام البنزين وأمام محط أمام المخابز حتى يوزعوا العيش بعدالة على الشعب المصري, وحتى يوزعوا البنزين. احنا انتوا عارفين عندنا منظومة فساد, احنا عندنا الفساد وصل للنخاع مش للركب. فعشان تقاوم كل هذا الفساد كانت تحتاج ألمانيا بقالها 19 سنة تقاوم الفساد في ألمانيا الشرقية. بالله عليكم عايزيننا نصلح منظومة فساد في خلال شهور. إنصافا أرجوكم, لكن أبشركم إن الشعب المصري سيستمر. إحنا عايزين بس نتقن, عايزين نتقن, لابد أن نتقن حب الحرية, لابد أن نعشق الحرية ولو كان ثمنها حياتنا, مهما كان ثمن الحرية. إذا عشقنا الحرية ستأتي إلينا. نحن نعيش في بلد كان يتغنى, أمريكا ليه حصلت على الحرية؟ أنا أغضب من بعض المصريين اللي يعيشوا في أمريكا ويدعموا نظام انقلابي. بالله عليك عايش في دولة فيها حرية ليه؟ هذه من الأنانية. إحنا نعيش في حرية لأن الآخرين آباء أمريكا دفعوا الثمن, قالوها صيحة واحدة عالية, give me liberty or give me death. عندما نعشق الحرية ستأتي الحرية إلينا راغمة. وتذكروا قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه, كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام, فمن يبتغي العزة في غيره أذله الله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم جميعا, شكر الضيفين الكريمين الدكتور أسامة بورشيد والدكتور عبد المجود الدرديري. كويك أناونسمنت, في تم إضافة محاضرة للدكتور مصطفى البرغوثي الساعة 7:30 في انترناشونال اي اف. تم إضافة محاضرة للدكتور مصطفى البرغوثي الساعة 7:30. بليز بيك اب يور كيدز الساعة 6:45 من السكول والبيبي سيتينج. نكتفي بهذا القدر, وشكر الله لكم جميعا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.